مستمعي إذاعة الحياة FM، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة في المتحف. في هذه الحلقة سنقدم لكم قطعة أثرية جديدة، وككل مرة مع أستاذنا الجميل الرائع الأستاذ سي زهير الشايبي، محافظ المتحف الوطني للفنون الإسلامية. ككل مرة نأخذ قطعة جديدة، قطعة أثرية جديدة، ننظر إلى بعدها العلمي وبعدها الثقافي والحضاري لهذه القطعة الفنية، القطعة الأثرية، كما ننظر إلى كيف يمكن إعادة الحياة لهذه القطعة الأثرية في زمننا هذا. فتابعونا في هذه الحلقة مع قطعة أثرية جديدة من متحفنا، متحف الفنون الإسلامية بالقيروان. سي زهير شابي، محافظ متحف الفنون الإسلامية بالقيروان، مرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحياة في المتحف. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي الحياة FM. بارك الله فيك. نحن الآن في قاعة تسميها هذه قاعة المخطوطات هكذا، واليوم مش تقدم لنا في قطعة أثرية جديدة ونصورها قطعة أنت مفتخر بها في هذا المتحف، وانت من اعز اطرام من اعز القطاع اللي تفتخر بها في هذا المتحف. شنو هي قطعه اليوم؟ فعلا احنا في قاعه المخطوطات، واليوم اخترناكم باش نقدموا لكم قطعه اللي هي قطعه تعتبر تقريبا القطعه التي نفتخر بها في هذا المتحف، اللي هي الرق الازرق. القطعه تاعنا الرق الازرق. اليوم كلمه الازرق تنسب إلى هذا المخطوط ويتسمى الرق. معنى الرق، الرق هو الجلد. دونك الكتاب هذا مكتوب الحامل بتاعه هو الجلد، أيضا يعرف بالقرآن الأزرق. لما تعاد ديما كلمة الأزرق، الأزرق ليش؟ الأزرق المصحف هذا هو مصحف كتاب قرآن تكتب في العهد الزيري، يعود تاريخه للقرن الخامس للهجرة، القرن الحادي عشر ميلادي، وهذايا وين توجد؟ كان في المكتبة الجامعة الأعظم، المكتبة العتيقة، ويعود للمجموعة مجموعة المكتبة العتيقة. المصحف هذايا يتميز على التميز نتاعو منين جاء؟ جاء أولا هاللون الأزرق هذايا المختلف اللي يشوف القطاع الكل يشوف باللون الأبيض اللي هو اللون الجلد تقريبا، ولكنه هذايا لون تصبغ، زاد من صبغة، صبغة اللي تعطيها لنا نبتة، نبتة اسمها النيلة اللي يطلق عليها بالفرنسية الانتيغو. منين جاتنا؟ ما تنبتش في تونس. النبتة هذه جايبينها من الهند في إطار التجارة مع الهند. هذه تقنية وكلفة أيضا تعطي قيمة لهالمخطوط هذايا. ايضا الكتيبه نتاعو بعد ما معالجه الجلد نتاعو اللي يقال انه جلد غزال ويختلف على الجلود المتعودين بها في صناعه المخطوط اللي هي جلد الغنم وجلد الماعز، يختلف والكتيبه اللي مكتوبه فوق هالحامل هذايا اللي ولا لونه ازرق ب ماء الذهب. ماء الذهب، والخط جاء خط كوفي غير منقب، اللي هي في الوقت هذاك في القرن الخامس للهجرة ظهر التنقيب، ولكن هذا اختيار. وبعد الفصل ما بين الآيات ومتاعه جاءت ديما النهاية تتعمل بزينة وزخرفة بالفضة فضية. هالكتاب هذايا اللي هو اللي نحكيه عليه اليوم الرق الأزرق، تقريبا عنا اليوم ما وصلنا منه كان تقريبا 66 ورقة، وباقي القطاع باقي الأوراق وقع تناثرت وقع معناتها وجارت في المدن والعالمية. واللي اليوم اللي نجموا نقولوه وانه هالمخطوط هذا مهما كان بلاصته وين محطوط في متاحف العالم، الا انه هو يعود الى النسخه الوحيده القيروانيه، وافتراض اللي يقول انه فما مخطوط اخر كيفه في مدن اخرى في العالم. اذا
هالمخطوط هذايا لم برشا ميزات خلاته اشهر مخطوط تقريبا في اذا في تونس اذا نقولوا في العالم، لانه المخطوط هذا يلقى شهره كبيره ياسر. زهير شكرا على هذه التوضيحات. كما انت حكيت لنا على رق رائع ومعناها تحفه نادره تقريبا، هذا ما فهمت فماش كيفه في العالم. القطعه الوحيده الاصيله هي في قيرون، حتى كان توجدوا بعض قطع اخرى موجودين في بعض المتاحف ولا نجم يقولوا راه الرق هذا جاي من منطقه اخرى. لا، في الصحيح فالرق هذا هو الوحيد الموجود هو في قيروان، اللي هو هذا الرق الازرق، واللي هو حسب ما قلت انا منه 66 ورقه هوني في القيروان، اللي هي عندك بعض الاوراق محطوطه هوني في العرض في المتحف والاخرين محافظين عليهم في خزائن المتحف. اذا قيمته الفنية هي فيش في ثلاثة نقاط حسب فهمت. هي أولا في هل ندرته التكنولوجيا اللي تم استعمالها، التقنية اللي تم استعمالها اللي دليل على القرن الخامس هجري في القيروان، عندنا نوع من التقنية تسمح لنا باش نعمل أشياء كما هذه. صباغة بالنيلة، أيضا الكتابة بماء الذهب، أيضا استعمال الأبيض البيض لإلصاق الحروف على الحامل. وثالثا اللي هي تعملت على جلد الغزال، مش كما مستنسين نعرف أن المخطوطات يتعاملوا على جلد الأغنام، لكن هذه تعملت على جلد والماعز، هذه معمولة حسب فهمت أنها تعملت على جلد الغزال. شكرا على هذه التوضيحات. إذا نحن سيدة المستمعين مستمعين لإذاعة الحياة أفهم، أنتم أمام قطعة نادرة والوحيدة في العالم، وجمالها يعود أنا حسب رأيي يعود إلى هذه الندرة، وجمالها كذلك ينقصه بعض الشيء، ينقصه لو أتينا يوم من الأيام إلى متحف رقادة ووجدنا هذا المصحف ب66 ورقة معروضا يمكن أن نراه جميعا، هل هذا ممكن؟ إذا لم نقل ممكن فهو ليس مستحيل. لا، هو ليس مستحيل. وكذلك لما لا في يوم من الأيام نجد هذا المصحف مطبوعا بهذا الشكل، يمكن أن يكون مصحف خاص بمدينة القيروان، مصحف قيرواني، المصحف الأزرق، يطبع ويباع في مكتباتنا ويكون موجود في ديارنا. هل هذا ممكن؟ ممكن، هذا ممكن إن شاء الله، علاش لا. وكذلك يمكن أن نضع بعض ورقات هنا في المتحف، في لو كان لدينا هنا مثلا متجر المتحف، ونحط بعض ورقات نستين بها بعض منازل نتاعها تتبارك بها في منازلها، فتكون تعطي صورة جميلة لمنازلنا بهذا الرق الجميل. بصراحة فهو رق جد جميل، يمكن أن يزين بيوتنا، يمكن أن يزين معارضنا، يمكن أن يزين به حتى إداراتنا، نزين به حتى يعطي رمزية لهذه المدينة في كل إدارات نجم نلقاو هذا الكتاب، هذا الرق الأزرق. لماذا لا نجد بعض الفوتوكوبي، بعض الأوراق مطبوعة وتباع في الأسواق، علاش مش متواجد بهذا الشكل؟ هذا كل ممكن إنجازه، ولما لا يعد الكتاب الرق الأزرق هو كما نقوله هو اللابيل بتاع مدينة القيروان، مثلما نرى جمع عقبة والفسقية، فالرق الأزرق لا ينقص عنهما في القيمة. يمكن كل من يزور مدينة القيروان قبل أن يسافر يمكن أن يشتري أو يقتني إما كتاب القير كتاب الأزرق القيروان، يكون كتاب مصحف كامل، أو يقتن نوع ورقة منها يعود بها إلى بلده كذكرى. مستمعينا، كانت هذه حلقة جديدة من برنامجنا الحياة في المتحف، فإلى حلقة قادمة وإلى اللقاء.